أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد وإياكم فيها باستضافة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا، فحياكم الله معالي الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا نسعد باستفسارات واستفتاءات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 89 99 لعرضها على الشيخ حفظه الله ورعاه. وفي بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وأيضا الآيات التي ورد فيها تأسيس البيت الحرام وبنائه، نريد إلقاء الضوء على هذه الآيات، نفع الله بكم وبعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أن المسجد الحرام هو أول المساجد، مساجد الأنبياء، هو أول مساجد الأنبياء في الأرض. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بالباء لغة في اسم مكة، يقال لها مكة ويقال لها بكة. ثم وصفه الله فقال: مباركا، هذا البيت مبارك، أنزل الله البركة على من يزوره ومن يصلي عنده ومن يطوف به ومن يحج إليه ويعتمر إليه، فهو مبارك مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهو أول المساجد الثلاثة مباركا وهدى للعالمين، فهو تنزل الهدى على من حوله ومن يأتيه ومن يزوره، وفيه بركة وفيه هدى، هدى للعالمين. ثم قال: فيه آيات بينات، فيه آيات أي دلالات، والآية هي العلامة الدالة على الخير. فيه آيات بينات أي واضحات. من هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بناء هذا البيت لما أمره الله ببنائه، شرع يبنيه هو ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلما ارتفع البناء أتى بصخرة وجعل يقف عليها فترتفع به ثم تنزل به، من تسخير الله سبحانه وتعالى له ولإقامة هذا البيت الذي جعله الله مباركا. فبقيت آثار قدميه عليه الصلاة والسلام على هذه الصخرة مستمرة، وهذا واضح فيها على هذه الصخرة، كل من رآها رأى آثار قدمي إبراهيم عليه السلام عليها. قال أبو طالب في لاميته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة عليها رسمه حافيا غير ناعل. ف
فهي من الآيات البينات، وأبقاها الله سبحانه وشرع الصلاة عندها. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بهذا البيت 7 أشواط أتى عند هذا المقام وجعله بينه وبين الكعبة وصلى عنده 2 ركعتين بعدما تلا هذه الآية، وهي قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فبين صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، أنه يصلى عنده لمن طاف بهذا البيت. وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقيل إن مقام إبراهيم يشمل كل المشاعر، كلها من مقام إبراهيم، ومنها هذه الصخرة التي قام عليها ويصلى عندها بعد الفراغ من الطواف. هذا السنة، ولو صلى 2 ركعتين في أي مكان داخل الحرم، داخل حدود الحرم، لأجزأ ذلك وحصل به الامتثال. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة. هذا السائل محمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز عقد الإحرام وعلي ثيابي وملابسي ثم بعد ذلك أخلع، أم لا بد من عقد النية من أن أتجرد من هذه الثياب؟ لا مانع أن تتهيأ وأن تلبس الإزار وتشده عليك بحزام فوقه، ثم تبقي ثوبك عليك، فإذا وصلت إلى الميقات تخلع الثوب وتجعل مكانه الرداء وتلبي بالحج أو العمرة. فلبس ملابس الإحرام، خلع المخيط، هذا تهيئ للإحرام وليس هو الإحرام. الإحرام النية بدخول النسك، وهذا عندما تأتي إلى الميقات، عند ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق. هذه 5 المواقيت، من مر بها ماشيا أو راكبا أو جوا أو برا أو بحرا، حاذاها برا أو بحرا وهو يريد النسك من حج أو عمرة، فإنه ينوي الدخول في النسك ويلبي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. أيضا سؤاله الثاني يقول: ما العمل في من نسي إحرامه في عفش الطائرة وقد مر بالميقات، هل يحرم أم ينتظر إلى أن يصل إلى المطار؟ يخلع الثوب ويجعل مكانه، يعني إذا خلع الثوب يلقيه على كتفيه من غير لبس مع الإزار، يتزر بشيء معه ويخلع المخيطات، فإذا نزل إلى المطار فإنه يجيب الإزار والرداء ويلبسهما، أما النية فهي من عند الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا نسعد بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 808-99-99. شيخنا، هذا أخونا أبو عائشة الفضلي من الكويت، لديه عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: تمر بآيات مختومة بالغفور والرحيم فأقول اللهم ارحمني واغفر لي، لكن إذا مر بي مختوما بصفة الحليم هل يجوز لي أن أقول اللهم احلم علي؟ نعم، تدعو الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، وهكذا. نعم. أيضا سؤاله الثاني يقول: انتشر مقطع لبعض طلاب العلم ينصح المسافرين بألا يصلوا في المساجد إذا كانوا سفرا في الطريق، وأن يصلوا في الفلاح لما جاء من أحاديث في فضل وعظم أجر الصلاة في الفلاح، فهل كلامه صحيح شرعا؟ هذا ليس بكلام عالم. يصلي في المساجد إذا وجدها يصلي فيها، وإذا لم يجد مسجدا مبنيا يصلي في الفلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيصلي إن وجد مسجد فإنه يصلي فيه، وإن لم يجد صلى في المكان الطاهر من أي بقعة كان على وجه الأرض. نعم. ويسأل أيضا عن ابن حجر، يقول: هل ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث أو فقط يقال الحافظ ابن حجر؟ كلاهما جائز. هو أمير المؤمنين في الحديث لسعة علمه واطلاعه وإتقانه لرواية الحديث، ويقال له الحافظ أيضا لأنه يحفظ كثيرا من الأحاديث. نعم. سؤاله الرابع فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين الحسنة والدرجة؟ الحسنة فعل العبد من الأعمال الصالحة، وأما الدرجة فهي المكانة التي يجعلها الله لعبده. قال تعالى: هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون. فالعباد على درجات، بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نعم. سؤاله الخامس يقول: هل يجوز أن يقال عن شخص بعينه إن فلانا من أهل الله أو فلان ولي؟ لا يجزم لأحد إلا لمن أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أولياء الله وأنه من أهل الجنة، ولا يحكم على أحد بالنار إلا لمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن أنه من أهل النار. وما عدا ذلك فإننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نزكي على الله أحدا. نعم. آخر أسئلة الأخ أبو عائشة الفضلي يقول: أيهما أعظم، التوبة أو الاستغفار، وما الفرق بينهما نفع الله بكم؟ التوبة هي الرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة، والاستغفار هو طلب المغفرة، والغفر هو الستر، أن يستر الله هذه المعصية بعفوه وإحسانه وكرمه، ولا يظهرها ولا يفضح بها عبده. نعم. أحسن الله إليك شيخنا ونفع بك الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: أنا أقوم بتقسيط السيارات وبطاقات الهاتف التي تسمى سوا والأجهزة المنزلية، ويشتري مني الناس بالأقساط وبالآجل، وأسأل سؤالين. السؤال الأول: ما حكم التجارة في مثل هذا الأمر؟ والسؤال الثاني: أحيانا إذا جاءني بعض الأقرباء أو بعض الخاصة أقول لشركات الأجهزة إذا أراد أن يبيع السلعة بعدما يشتريها مني بيعوه بسعر كذا حتى لا يخسر، أو يعني لا يبيعها بأقل، فما الحكم؟ أحسن الله إليكم. تعيد السؤال الله عافيك. هذا يقول: أنا أقوم بتقسيط السيارات وبطاقات الهاتف التي تسمى سوا والأجهزة المنزلية، وإذا اشترى مني شخص من الناس فإنني يعني يقول: ما حكم هذه الصورة في البيع؟ سؤاله الأول. إذا ملكت هذه الأشياء جاز لك أن تبيعها، وأما قبل أن تملكها فإنك لا تبيعها حتى تملكها. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع وليس عندي، ثم أذهب وأشتريه من السوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه، ويكون معلوما برؤية أو صفة. نعم.
سؤاله الثاني شيخ في هذه الجزئية يقول: إذا جاءني شخص قريب أو عزيز علي فإنني أقول لأصحاب هذه السلع إذا أراد أن يبيع السلعة بعدما يشتريها مني بالتقسيط أقول لا تبيعه بأقل أو لا تبيعه بخسارة، يقول فما حكم هذا الأمر؟ إذا بعتها عليه فهي خاضعة للسوق، قد ترتفع وقد تنخفض، فيبيعها بما تساوي في السوق، ولا تفرض عليه حدا معينا من القيمة. نعم. أيضا هذا السائل عبد الله يقول: أريد أن أسأل الشيخ صالح الفوزان عن مسألة الدين، وهل الدين يمنع من الحج؟ نعم، إذا كان المال الذي عندك لا يتسع لتسديد الدين ونفقة الحج فإنك لا تحج، بل تبدأ بتسديد الدين لأنك غير مستطيع للحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة في الحج أن تجد الزاد والراحلة فاضلين عن قوتك وقوت عيالك. إذا كان ما عندك ما يبلغك إلى الحج ذهابا وإيابا من النفقة فإنك لا تحج، وليس عليك حج في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ ناصر من الرياض، تفضل يا ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ الله يجزاك خير، بالنسبة للسؤال الأول، المرأة التي تبيح في سد زوجها في بيتها وفي وتظلم زوجها، يعني الله ينفع فيكم بأذن نصيحتكم فيها. السؤال الثاني، كلام القيبة بالإنسان اللي فلان ساوس كذا وكذا وظلموه ويظلمونه وكذا وهو ما عمل شيء، هل هو صحيح أنه يأخذ يوم الحساب أنه يأخذ من حسناتهم ويأخذ من سيئاته أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير، يعني الله ينفع فيكم. السؤال الأول، هو السؤال الأول يسأل عن المرأة التي تظلم زوجها وتسيء معاملته، يعني يريد النصيحة من فضيلتكم وتبيح أيضا أسراره. لا يجوز للرجل أن يبيح ما دار بينه وبين زوجته من الأسرار ومن الكلام، كما أنه لا يجوز لها هي كذلك أن تبيح ما جرى بينها وبين زوجها من الكلام ومن الأسرار. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذه أسرار زوجية لا يجوز نشرها على الناس. نعم. سؤاله الثاني شيخ عن الغيبة، ويعني الوقوع في أعراض الناس، وما جزاء ذلك؟ قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا اغتاب الناس فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما اغتابهم، فإذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات الآخرين فتطرح عليه ويطرح في النار، فالخطر في هذا شديد. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سؤال يعني ورد من أحد الإخوة، يقول: ما هو دور الدعاة وطلاب العلم وأئمة المساجد وخطبائها في حفظ شباب المسلمين من الانحرافات الفكرية والعقدية؟ نعم، البيوت عليها واجب أن توجه أبناءها وأولادها إلى الوجهة السليمة، وتربيهم على الخير، وتلاحظهم إذا خرجوا من يرافقون ومن يجلسون معه وإلى أين يذهبون، تراقبهم، هذا واجب الوالدين والقيمين على البيوت، لأنهم رعية تحت ولايتهم. ثم المدرسة عليها مسؤولية أنها تربي أولاد المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى السمت الحسن وعلى الاستقامة، وتنهاهم عن
الأفكار السيئة وعن دعاة الضلال ودعاة السوء وعن رفقاء السوء، ثم على أئمة المساجد أن ينبهوا جماعة المسجد بما يلاحظون عليهم وينهوهم أن ينهوهم عن ما يخل بدينهم وفي دنياهم. على أئمة المساجد خصوصا الخطبة الجوامع عليهم مسؤولية في التوجيه والإرشاد، وأن يحذروا الناس من هذه الفتن وهذه الشرور وهذه الأفكار الوافدة. فإذا تضافرت هذه الجهود في البيت وفي المدرسة وفي المسجد فإن الله ينفع بها، ويصبح هذا المجتمع محميا من غزو الأفكار السيئة ومن دعاة الضلال. نعم، أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين. هذا الأخ سعود من عفيف، تفضل يا أخ سعود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. منك كلمة الشيخ بارك الله فيك. تفضل الشيخ معك. مساء الخير الشيخ بارك الله فيك. جزاك الله بالخير. بارك الله فيك. أنا مقاس بارك الله فيك عن جواز المسيار. جواز المسيار وما هو حكمه وما هي الشروط التي تقع بين ولي الأمر والخاطب؟ يا أخي، الزواج المطلوب منه أن الرجل يتسلم زوجته، يتسلم زوجته وتكون تحت ولايته وينفق عليها ويحميها ويحفظها ويربي أولادها إذا قدر بينهما أولاد يربيهم. أما زواج المسيار فإنه تفوت فيه هذه المقاصد العظيمة من الزواج. نعم. طيب، شكرا يا أخي سعود. أيضا هذا الشخص أرسل يقول: هناك شخص يدعي علم الغيب ولديه تكهن وأنه يعرف ويعلم بعض الحوادث التي تقع في بعض الأعوام المستقبلة والقادمة وشيء من هذه الأمور، يقول: هل أبلغ عنه جهاز الحسبة؟ هذا كافر، الذي يدعي علم الغيب هذا يكفر بذلك. قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالغيب لله، لا يعلمه إلا الله، ومن أطلعه الله على شيء منه لمصلحة الناس. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر ومرتد عن الإسلام، ويجب التبليغ عنه للأخذ على يده وعدم نشر هذه الفكرة الخبيثة بين الناس وترويع الناس بدعواه الباطلة. يجب الإخبار عنه والأخذ على يديه. نعم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، والدي توفي وأنا صغيرة ولم يوصي بشيء، وسألت عن هذه الأشياء هل أدفع عنه شيئا؟ وأيضا قيل لي إنه لم يحج وأنا لا أدري هل حج والدي أم لا، فماذا علي؟ هل أحج عنه وهل أتصدق عنه؟ أفتونا مأجورين. إذا كان قد حج الفريضة فقد أدى ما عليه، وإذا أردت أن تحجي عنه تطوعا من باب البر به فهذا شيء طيب، ويكون ذلك من مالك ونفقتك، ليكون لك الأجر أجر البر والإحسان إلى والدك. أما إذا لم يكن حجة الإسلام وله تركة فإنه يؤخذ من تركته قدر ما يحج به عنه، لأن هذا دين في ذمته، فهو من الحقوق المتعلقة بالتركة، فيجب التنبه لهذا. نعم. أحسن الله إليك. معنا الأخ عبد الله من الطائف، تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، عندي 2 من الأولاد وأبغى أقسم حسابي، يعني تركتي من الأموال لأولادي، فالولد الكبير رفض حسابه من المال، فهل ممكن أعطيه أخوه؟ لا،
لا تقسم مالك بين أولادك، أمسك مالك، والمحتاج من أولادك تعطيه قدر حاجته وتمسك مالك، فهو خير لك. وربما يأتي أولاد بعد هؤلاء الذين قسمت المال عليهم، فمن أين تعطيهم؟ نعم. طيب شكرا يا أخ عبد الله. هذا يقول يسأل شيخ عن قضاء شهر العسل في بعض البلدان الإسلامية، لكن يقول قال لي بعض الناس إنه لا ينبغي لك أن تذهب وفيها من المنكرات والمخالفات الشرعية ما فيها. هو كذلك البلاد وإن كانت إسلامية يعني فيها مسلمون كثير، ففيها من المعاصي والآثام الشيء الكثير، وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأولى أن تسافر إلى الحج والعمرة أو إلى بلاد الحرمين، لأجل يعني تسافر للحرمين الشريفين تصلي فيهما وتعتمر في مكة، وتصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سياحة طيبة وأجر وخير. نعم. أحسن الله إليك. وأيضا هذا الأخ عبد الله يسأل يقول لديه سؤالان. السؤال الأول يقول دفع الزكاة لشخص يريد الحج. نعم، إذا كان لم يحج حجة الإسلام فإنك تدفع له من الزكاة ما يحج به، لأن الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم. وأيضا سؤاله الثاني يقول إذا المأموم ترك الفاتحة وهو مع الإمام فماذا يفعل؟ تكفي قراءة الإمام، والحمد لله تكفي قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم. نعم. وأيضا هذا السائل يقول أعاني من كثير من الوساوس خاصة عند وضوئي وعند صلاتي، ويأتيني الشيطان في تكبيرة الإحرام وفي التشهد الأول من الصلاة فأقع في التكرار وأيضا أقع في الحيرة، أفيدوني بارك الله فيكم. العلاج للوسواس أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أحسست به فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، خصوصا الصلاة فإنك تستعيذ، يستحب أن تستعيذ من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح وقبل القراءة، ويطرده الله عنك، هذا الشيء. والشيء الثاني أنك لا تتفاعل مع الوسواس، بل ترفضه ولا تفكر فيه، وترفضه وتتركه ويذهب عنك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يعني سائل يسأل يقول جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي مسنونة؟ نعم، مسنونة عند بعض أهل العلم، وهي جلسة خفيفة في إذا قام إلى الثالثة من الرباعية أو الثالثة من المغرب، إنه يستحب عند بعض العلماء أن يجلس للاستراحة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء هل فعلها لما احتاج إليها في الكبر أو فعلها على أنها سنة، هل فعلها على أنها أمر مباح للكبير والضعيف أو على أنها سنة للقوي وللعاجز. نعم. هذا يقول أنا إمام مسجد فضيلة الشيخ، ولدي جماعة من كبار السن ويصلون على الكراسي، وبعضهم يدخل المسجد وهو يمشي، فإذا ما جاء إلى الصف الأول جلس على الكرسي، فهل هذا العمل مشروع؟ إذا كان يحتاج إلى الجلوس على الكرسي فإنه يجلس عليه، وإذا كان لا يحتاج فإنه لا يجلس على الكرسي، يصلي قائما وقاعدا ويسجد على الأرض، هذا هو الواجب وهو الأصل في الصلاة، إلا لمن عجز عن شيء من أعمال الصلاة فإنه يؤديه جالسا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن دفع الزكاة للأخ والأخت إذا كان فقيرين. نعم، إذا كان فقيرين فهما أولى بالزكاة، الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة شيخ صالح هو ما يتعلق بالأضاحي، ويقول هذا الشخص نحن في المملكة الأضاحي أسعارها مرتفعة خاصة في هذا الوقت، وسؤالي نرى بعض الإعلانات وبعض الأوراق يكتب عليها أسعار الأضاحي بأسعار زهيدة في مناطق شتى من الأرض وبدعوى أن هذه أشد حاجة، فالسؤال هل يجوز أن أدفع أضحيتي أو أضحية أحد أمواتي في هذه الجمعيات؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يا أخي، السنة في الأضحية أن تذبح في البيت، الأضاحي تذبح في البيوت ولا يبعث فيها إلى بلاد أخرى، هذا هو السنة. ومن أراد أن يتصدق على المحتاجين في تلك البلاد فإنه يرسل إليهم صدقة غير الأضحية. نعم، أحسن الله إليك شيخنا ونفع بعلمك. هذا سائل يسأل عن حكم يعني وضع الحناء أو البوية على الأضحية من باب أن يعرف أنها أضحية ويعينها. لا بأس بذلك، إذا وضع عليها علامة ليعرف أنها أضحية فلا بأس بذلك. نعم. وهذا السائل عبد الله يقول جعلت يوم الجمعة يوما لزيارة والدتي في قبرها والدعاء لها والسلام عليها من باب أن هذا اليوم هو الذي أكون فيه فارغا، فما هل هذا العمل مشروع؟ إذا كان كما ذكرت أنك ما تفرغ إلا يوم الجمعة وتزور والدتك الميتة يوم الجمعة وتسلم عليها وتدعو لها فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تقدر على زيارتها في غير يوم الجمعة فلا تخصص يوم الجمعة للزيارة. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ تعتريني الأحلام والكوابيس في نومي، فما هو المشروع في هذا الأمر في الرؤى والأحلام؟ أفيدونا مأجورين. المشروع أنك قبل النوم تقرأ آية الكرسي كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقرأ آية الكرسي عند النوم ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح إذا قرأتها عند النوم. نعم. وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن مس الذكر بدون شهوة، هل ينقض الوضوء وينقض أيضا إذا اغتسل من الجنابة؟ إذا مس قبله أو دبره مباشرة من غير حائل وهو على وضوء فإنه ينتقض وضوءه، من نواقض الوضوء مس القبول أو الدبر مباشرة من غير حائل. نعم. وهذا ابنكم يقول، ابنكم محمد يسأل يقول أسافر لبلاد إسلامية وأصلي داخل الفندق، فما التوجيه؟ إن كان حولك جماعة يصلون من إخوانك أو حولك مسجد فإنك تصلي مع إخوانك أو في المسجد، وأما إذا لم يكن هناك مسجد ولا حولك أحد يصلون جماعة فصلي في غرفتك لا بأس بذلك. نعم. والسائلة تسأل تقول أحيانا تزيد عندي أيام الدورة أكثر من 7 أيام إلى 9 إلى 10، فما العمل في هذه الأيام الزائدة عن الوقت الأصلي للدورة؟ نعم، ما دام الدم لم ينقطع فإنه حيض إلى 15 يوما، هذا أكثر الحيض، فإذا زاد الدم أو نقص فإنه حكمه حكم الحيض بحدود 15 يوما فأقل. نعم، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا لازلنا نستقبل الاتصالات على هاتف البرنامج 808-99-99، ونأخذ الأخ علي من الخارج. تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي بس عن صيام يوم البيض وثالث عيد الضحية، ما أدري يجوز ما يجوز؟ أيام البيض ما تصام في أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. طيب شكرا يا أخ علي. السائلة التي سألت قبل قليل عن العادة الشهرية تقول هل أمس المصحف وأقوم بما تقوم به الطاهرات إذا زاد الدم عن 7 أيام؟
لا، ما دام الدم عليها داخل 15 يوم فهي حائض، لا تمس المصحف بل ولا تقرأ القرآن عن ظهر قلب عند كثير من أهل العلم حتى تغتسل، حتى ينقطع عنها الدم وتغتسل تطهر. نعم. وهذا السائل يقول أنا إمام مسجد وأريد أن توصيني بارك الله فيكم في الكتب المناسبة التي أقرأها للجماعة في موسم الحج وفي عشر ذي الحجة. تقرأ عليهم في مناسك الحج، تقرأ عليهم في الآيات والأحاديث الواردة في الحج، إن كان عندك علم فإنك توضحها لهم وتشرحها لهم، وإلا تقرأ من التفسير وشروح الأحاديث عليها ما يفيدهم. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول هل ورد شيء في صيام عشر ذي الحجة فلو صامها الإنسان من أولها إلى آخرها هل في ذلك بأس، وهل صامها أحد من السلف؟ نعم، هذا في حديث أسماء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها، هي العشر المعلومات، هي العشر المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، فصيامها سنة، صيام العشر سنة، عشر ذي الحجة. نعم. ويسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم، أعظم أركان الحج، الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة، لا أن الحج كله في عرفة، لا، عرفة ركن واحد من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن واحد من أركان الحج، لكنه هو أهمها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. نعم. طيب، أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يسأل عن الدعاء والذكر والتلبية التي في عشر ذي الحجة، يقول أفيدونا عن الذكر المطلق والمقيد، وهل يخلطه بالتلبية؟ المقيد أدبار الصلوات، وذلك بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي إلى آخر أيام التشريق، هذا غير الحاج. أما الحاج فإنه يشتغل بالتلبية ويبدأ الذكر المقيد في حقه من ظهر يوم العيد، لأنه قبل ذلك مشغول بالمناسك وبالتلبية. نعم. أحسن الله إليك. نأخذ اتصالا من جازان، أبو فيصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما حكم هذه المقولة وهي منتشرة كثيرا بين الناس وشوشت عليهم، أنا وسطي لست بالسلفي لست أخواني وحزبي، وما هي الوسطية في الإسلام؟ الوسطية في الإسلام الاعتدال يا أخي، الاعتدال في الإسلام، لا غلو ولا جفاء، هذا هو الوسطية، ليس من الغالين، هذا مذهب الخوارج، وليس من الجافين، وهذا مذهب المتحللين من الدين، فهو يتوسط في ذلك. نعم. السؤال الثاني، ما رأيكم في هذا التفصيل في حكم الخوارج، هو أن إن كان الخارجي مستحل الدم المسلم فهو كافر، أما إذا كان يرى هذا من تغيير المنكر فهو يكون عاصيا ومبتدعا. هذا التفصيل لا أعلم له دليلا، الخارجي هو المتشدد في دين الله، وإذا كان يقتل المسلمين فهذه جريمة أخرى، هذه جريمة أخرى في حقه، لكنه لا يكفر، هو مجرم ولكن لا يكفر، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت فهو مسلم، وعنده مذهب الخوارج يحكم عليه بأنه خارجي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم وجعلكم مباركين مسددين. هذا السائل يسأل يقول ما هو الأفضل في أيام العشر، حيث أنني سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن
العمل الصالح هو أفضل الأعمال في هذه العشر، هل يتصدق أم يصوم أم ماذا يعمل؟ أرشدونا بارك الله فيكم. يعمل ما تيسر له من الأعمال الصالحة، من ما تيسر له من الأعمال الصالحة، من صدقة ومن صلاة ومن استغفار ومن تكبير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يسأل عن حكم أيام التشريق وفضلها وما يتعلق بها من أحكام، نفع الله بكم. أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، بعد يوم عيد الإضحى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أيام يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولا تصام إلا لمن لم يجد، لمن كان حاجا ولا يجد الهدي، لا يقدر على ذبح الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو في أيام التشريق، ثم بعدها يصوم سبعة أيام ليكمل عشرة أيام، تلك عشرة كاملة بدل ذبح الهدي. نعم، هدي التمتع أو القران. نفع الله بكم شيخنا. أبو عائشة الفضل يسأل يقول: إذا دعوت على من ظلمني وأخذ حقي ولم يصبه شيء في الدنيا، هل يذهب حقي يوم القيامة؟ أنت عليك، إذا لم تدعو فهو أحسن، إذا لم تدعو على من ظلمك فهو أحسن، وإن دعوت عليه فلك الحق في ذلك، وأما أن الدعاء يستجاب فهذا عند الله سبحانه وتعالى، قد يؤخر الإجابة لمصلحتك. نعم، وقد يؤخر العقوبة للظالم ليزداد ظلما ويملي له، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا الأخ عبد الله من الخبر، تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. مساكم الله بخير جميعا. مساك الله بخير. يا شيخ أحسن الله إليك، حبيت استفسر عن الزكاة، أخذت الزكاة بعدد أفراد العائلة وحطيتها معي بالسيارة على أساس أني بخرجها قبل صلاة الفجر على السنة، فأخرجت منها نصها لعطيتها المسكين لقيته بالطريق على أساس أني بخرج الباقي، فنسيتها ما افتكرتها إلا العصر بعد صلاة العيد، يعني يوم العيد العصر، وما أخذت بذلك يا شيخ. والسؤال الثاني: يوم الجمعة في واحد عندنا بالمسجد يجمع الحاملات حقت المصحف ويحجز بها مواقع في الصف الأمام، ما الحكم في ذلك؟ أحسن الله علينا وليكم إن شاء الله. يا أخي، صدقة الفطر تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وإذا لم يخرجها قبل الصلاة يخرجها في بقية اليوم، وإذا فات اليوم يوم العيد يخرجها بعد يوم العيد، ولا يحبسها أبدا، يخرجها ولو بعد يوم العيد، يكون قضاء لها. نعم. وأما مسألة أن أحد يحفظ أماكن في المسجد بحاملات المصاحف، هذا عند الحاجة لا بأس به، وأما إذا كان يجمع الحافظات ويضايق الناس فلا يجوز له ذلك، والناس بحاجة إليها. نعم. معالي الشيخ حفظكم الله، يعني نسأل الله العافية لجميع مرضى المسلمين وأن يحمي هذا البلد من الأوبئة والأمراض. انتشار مرض الكورونا وربطه بالإبل، يسأل كثير من الإخوان: هل نعدل عن الإبل في حالة يعني الخوف من هذا المرض في أضاحينا وفي هدايانا؟ نعم نعم، إذا كان فيه تحذير من وزارة الصحة عن ذبح الإبل وأكل لحمها في هذه الأيام التي فيها هذا المرض الذي يتعلق بالإبل، فإنه يعدل عن ذبحها في الأضاحي وفي الهدي إلى ذبح الغنم والبقر. نعم. وهذا السائل يسأل عن الأضاحي، يقول: ما حكم من يتولى ذبح الأضاحي، شخص وثني أو هندوسي أو من أهل الكتاب؟ من أهل الكتاب لا بأس، ذبائح أهل الكتاب حلال، أما الوثني والهندوسي والكافر لا يجوز أن يذبح، ولا يأكل المسلم من ذبيحة هؤلاء ولو في غير الهدي والأضاحي.
لا تجوز ذبيحة الكافر إلا الكتابي اليهود والنصارى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حلال لنا اليهود والنصارى فقط. نعم. ويسأل أيضا سؤاله الثاني معالي الشيخ، يقول مع الازدحام على المسالخ في أيام العيد هل يلزم حضور ذبح الأضحية وشهودها أم أنه يجعلها في يد هؤلاء الثقات ويكفي الأمر؟ إذا وكل من يذبحها يكفي هذا، وكانوا يحضرها ويحضر ذبحها أفضل. نعم. ويسأل أيضا سؤاله الثالث عن حكم ذبح المرأة للأضحية. لا بأس بذلك، يجوز تذكية المرأة كالرجل، لا بأس بذلك. ويقول ما حكم ادخار الأضاحي ووضعها في الثلاجات بعد ثالث يوم العيد؟ يجوز ادخار لحوم الأضاحي ولو بعد أيام العيد. نعم. ويقول أيضا سؤاله أحد أسئلته، يقول هذا سؤال مهم، إذا صادف الأضحية وقت العقيقة بالنسبة لي هل أكتفي بالأضحية عن العقيقة وأجعلهما مع بعض؟ لا يا أخي، الأضحية عبادة مستقلة والعقيقة عبادة مستقلة، والأضحية لها أيام لذبحها أيام محددة، والعقيقة ليس لذبحها أيام محددة. نعم. أحسن الله إليك. معنا اتصال من المدينة، الأخ حامد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أسألك يا شيخ أنا الضحية، أنا وأخوي نذبح ضحية ولا كل واحد يذبح ضحيته الحالة؟ إن كنتم في بيت واحد فتكفي عنكم ضحية واحدة، أما إن كنتم في كل في بيت مستقل وكل واحد يستحب له أن يضحي في بيته. نعم. نشكر الأخ عبد الله من الطائف، وأيضا لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على تفضله بإجابة السادة المشاهدين والمشاهدات. شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.